الخير بلش في محاولات مايكرو جهاز القلب الوعائي في أي محاضرة في تدريب الباكس في المحاضرة الثانية اللي هي فار الهيموريجيك فيفرز في بحب أعطي هاي المحاضرة وجاهيا لأنه قبل ما نبلش هيك to make it interesting لأنه هذا بيهمك بغض النظر عن تخصصك اللي راح تتخصصه later on. هلا زي ما انتم شايفين الاسم infective endocarditis في endocarditis اللي هو inflammation of the innermost layer of the heart as well as the epithelial lining تبع الهارت valves. زمان هذا كان يسموه bacterial endocarditis بس لانه مش بس bacterial causes في other than bacterial causes اللي هم fungal causes فصار اسمه infective endocarditis. تمام؟ وبرضه ممكن هذا كمان يقول لك بانه في endocarditis other than infectious causes from non-infectious causes وبسموه non-bacterial thrombotic endocarditis وهذا بشكل very minority من الendocarditis. احنا بنحكي على الinfective endocarditis اللي هو most commonly caused by bacterial organisms راح نحكي عنهم بهاي المحاضرة. دكتورة هناك رجاء. هلا ليش قلت لك هذا مهم لك بغض النظر عن التخصص اللي راح تروحه بالمستقبل؟ لانه ممكن تشوفوا هذا قبل ما نبلش هيك جنرال كونسبت هو عباره عن 3 اندبندنت فاكتورز اذا توفروا بالمريض احتمال كبير انه المريض ديفلوب انفكتيف اندوكاردايتس. المورتاليتي ريت تبعته اف انتريتد 100% مع تريتمنت 30% من اللي بنصابوا او بتشخصوا برضه they become dead. فهو worse than most cancers infective endocarditis. ليش مهم كمان؟ لأنه له شوي medical legal point of view أنت ممكن يكون لك دور في infective endocarditis. إيش هم الـ 3 independent factors؟ أول واحد في عندي bacteria circulate بالblood اللي هي bacterinia وأنت كـ healthcare personnel ممكن تكون أنت الشخص اللي induce هاي البكتيريميا عند هدول المرضى. ودائما كان ينحكى الكلبريت من الأطباء خصوصا جماعة الأسنان أطباء الأسنان تمام هم اللي they might induce bacteremia. عشان هيك بتروح أي إشي بده يعمل لك إياه أو حتى بالمستشفى إحنا الأطباء البشريين برضو بمشيك على prophylactic antibiotic. هذا البيسس تبعهم ليش بيعطوك prophylactic antibiotic. هذا أول فاكتور اللي هو فيه المريض عنده transient bacteremia. الشغلة الثانية المريض فيه عنده some kind of structural defect بالهارت وبالتالي بيخلي هاي البكتيريا اللي circulate بالبلد تعمل attachment و adherence على الليفلتس تاعون الفالفز تاعون الهارت وبالتالي بصير فرصة يصير في establishment of infection colonization و infectious process. بعد هيك بصير عندنا الفاكتور الثالث اللي هو الفيجيتيشن. فيجيتيشن هو عبارة عن ماس نفسها هاي الكولونايزنج بكتيريا الكولونيز هذول بصيروا get buried بصيروا مدفونين ب biofilm formation أو vegetative mass وهي الماس ممكن تضل مكانها وبتعمل مشاكل بالقلب أو ممكن تروح تعمل مشاكل extra cardiac sites. هذا هو infective endocarditis. خلينا نبلش فيه زي ما حكينا الاسم بيحكي endocarditis وبالتالي في عندي inflammation of the innermost layer of the heart طيب زائد epithelial lining تبع الهارت valve ومص بوبابلي الكوزد ايجنتس تاعونهم هم infectious causes كان زمان بس بكتيريا بعدين نضاف لهم فانجاي. بكتيريا راح نحكي هم موست كومونلي جرام بوزيتيف كوكساي والفانجاي نحكي على كانديدا وعلى اسبيريجيلس وعلى هيستوبلازما كابسولا. هلا شوفوا الديزيز هو سم كايند اوف رير هو عليه شويه كونتروفيرسي هذا الديزيز وقديش في ميديكو ليجل ريسبونسبيلتي على الهيلث كير بيرسونال بس بنحكى انه الانسيدنس ريت تبعته اقل ما فيها بالديفلوبد كونتريز وير ذير از ستاتستكس حوالي 10 لكل 100,000 كيس. تمام طبعا بعد هيك برضه ببطل بس كاردياك ديزيز هو ممكن يكون مالتي سيستميك ديزيز زي ما حكينا اف انتريتد توتالي فاتل مع البيست افيلبل ريجيمين تريتمنت احكي لكم باخر محاضره عن فانكومايسين اماين جلايكوسايد فانكومايسين بلس جنتامايسين المورتاليتي ريت توصل 30% من انفكتد اندوكاردايتس. هلا الابيديميولوجي تبع الانفكتد اندوكاردايتس في تو ميجر بوينتس هذول اي ونت ستريس ذيم اوت. اول شغله انه صار في عندنا شيفت بالايج اوف برزنتيشن المرضى اللي بينصابوا فيه. زمان كان المريض اللي بينصاب او يتشخص في انفكتد اندوكاردايتس متوسط الاعمار تبعهم 30 سنه. هلا حاليا هو 50 فما فوق. هذا ات هاز تو دو وذ شغلتين. اول شغله اللايف اكسبكتنسي تبعت الناس والهيلث كير فاسيلتيز
والهيلث كير سيرفيسز تحسنوا وبالتالي صار يجوك على عمر اكبر. الشغله الثانيه البري ديسبوزنج فاكتورز اللي بيعمل عند هذول المرضى انفكتد اندوكاردايتس اللي سميناه العامل رقم 2 في سم كايند اوف ستراكشرال ديفكت عند هذول الناس بالهارت تبعهم شيفتد. زمان كان الروماتيك هارت ديزيز هم الموست كومن بري ديسبوزنج فاكتور، بس لا حاليا بالوقت الحالي الموست كومن بري ديسبوزنج فاكتور هم الديجنراتيف هارت ديزيزز او الفالفولار ديجنراتيف ديزيزز، على راسهم اكيد الكالسيفايد اورتيك ستينوزز او ريجيستيشن. زي ما انتم شايفين هذا اللي بنحكي فيه عن المين ايج اوف برزنتيشن للبيشنتس شيفتد من 30 ل 50، والميجر بري ديسبوزنج فاكتور شيفتد من الروماتيك هارت ديزيز ل الفالفولار ديجنراتيف تشينجز. برضه زي ما شفت صار في شيفت بالابيديميولوجي تبع الانفكتيف اندوكاردايتس، صار في شيفت كمان بالمايكروبيولوجي تبع الاندوكاردايتس. شوفوا هذول الجرافز ريبريزنت المايكروبيولوجي تبع الانفكتيف اندوكاردايتس فروم ديفرنت كونتيننتس. طيب كليتهم بيتشاركوا بانه 90% من الكيسز اوف انفكتيف اندوكاردايتس دي ار كوزد باي جرام بوزيتيف كوكسون. طيب هلا 90% هذول هم اما ستاف او ستريب او انتيرو كوكسون، هذول هم الجرام بوزيتيف كوكسون. هلا بضل عندنا 10% هذول من الانفكتيف اندوكاردايتس، هذول دي كان بي كوزد باي جرام نيجاتيف بكتيريا، هذول جروب بسموهم الهاسك جروب، هذول مور اسوشيتد وذ هيلث كير انفكتيف اندوكاردايتس او نوزوكوميال انفكتيف اندوكاردايتس. وبرضه في عندنا اللي نون بكتيريال كوزز اللي هم الفانجل كوزز، وعلى راسهم اكيد الكانديدا البيكن، كانديدا جلابراتا، كروزياي واورس، وبرضه في عندنا الاسبرجيلاس فلافس، وفي عندنا الهيستوبلازما كابسولاتا. هذول كليتهم انفكشس كوزز اوف انفكتيف اندوكاردايتس. طبعا دي فاري باي ذا كونتري باي ذا جيوغرافي. هلا راح نيجي اللي بدي اوصل لك اياه بالديفلوبد كونتري ذا موست كومون سبيشيز ريسبونسبل فور انفكتيف اندوكاردايتس از ستاف اوريس. عندنا بالديفلوبينج كونتريز موست بروبلي ذا موست كومون كوز از فيري دنس جروب ستريبتوكوكسون. هلا مين هم الناس هذول اللي بصير عندهم انفكتيف اندوكاردايتس؟ طلعوا هذول البري ديسبوزنج فاكتورز، هذول قلنا اللي هو فاكتور رقم 2 اللي هو الناس اللي عندهم بصير سم كايند اوف ستراكشرال ديفكت بالهارت، وبالتالي بخلي البيئه مناسبه انه يصير في اتاتشمنت وادهيرنس وكولونايزيشن للسيركوليتنج بكتيريا اللي موجوده في البلد اللي هو فاكتور رقم 1. هلا زمان، وهذا كمان تفسير ليش تغير الابيديميولوجي، زمان كان الموست كومون بريديسبوزنج فاكتور اللي هم الروماتيك هارت ديزيز، هذول المفروض ناخذ عنهم بالريسبيراتوري سيستم، هذول اللي كوزد باي جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكسول، اللي اسم ثاني بسموها ستريب بايوجين، اللي اسم ثالث بسموها ستريب ثروت، هاي اللي بتعمل فارنجايتس عند الاولاد الصغار، هذا فيري كومون انفكشن. بس وين مشكلتها؟ مشكلتها انه بعد ما الاولاد يتشافوا باسابيع هي ديفلوب بوست ستريبتوكوكال اميون سيكول اللي بسموها، وهي ممكن تكون روماتيك فيفر او جلوميرولونيفرايتس حسب شو السترين وحسب الاميون ستاتس تبع الشايل اللي افكتد. طيب هذول از ا ميجر بريديسبوزنج فاكتور وما زال هو الموست كومون بريديسبوزنج فاكتور بالديفلوبينج كونتريز. طيب هلا الديفلوبد كونتريز لا صار في شيفت، طبعا هذا كوزد باي جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكسايد اللي احنا بنحكي عنه الانفكتيف اندوكاردايتس الكوزيتيف ايجنتس تاعونه هم الفيري دنس جروب ستريبتوكوكسايد. تمام هلا اللي حاليا الموست كومون بريديسبوزنج فاكتور بالديفلوبد كونتريز هم زي ما حكينا الديجنراتيف هارت ديزيز او الفالفولار ديجنراتيف ديزيز. وبرضه ما ننسى انه كثير زادوا الناس اللي بيركبوا بروستاتيك هارت فالفز، الناس اللي بنحط لهم بيس ميكر، الناس اللي بنحط لهم ديفيبريليتر، هذول كليتهم عرضه انهم ينصابوا بالانفكتيف اندوكاردايتس. زي ما قلت لكم هذول الناس اللي كان دائما ينحكى عنهم الكالبريتس المذنبين بالانفكتيف اندوكاردايتس اطباء الاسنان، اي بيريدونتال بروسيجر بده يعمل حتى توث اكستراكشن he might induce bacteria اللي موجوده بالاورال فلورا على السيستميك سيركيليشن، وبالتالي حققنا المتطلب رقم واحد لحتى يصير عند هذول الناس انفكتد اندوكاردايتس. هلا بدناش اياكم كثير تتخربطوا لانه برضه هون هذا الديزيز شوي في كونتروفيرسي، بانه ما ننسى انه الواحد بيعمل عنده ديلي اكتيفيتيز he might induce transient bacteria مثل ايش؟ brushing your teeth بالضبط، حتى chewing gum ممكن he might introduce بكتيريا من الاورال فلورا على السيستميك
circulation. وبالتالي you might induce infected endocarditis. المرضى اللي بيعملوا hemodialysis غسيل، المرضى اللي بينشالهم اللوز، المرضى بنعملهم esophageal dilatation، اي عمليات تنظير colonoscopy cystoscopy، كل هذول عرضه انه انت you might introduce common cell bacteria على systemic circulation، وبالتالي المريض يصير عنده بكتيريميا، وبالتالي later on ممكن might develop infected endocarditis. عشان هيك هذول الناس يعتبروا هاي ريسك جروب، وهذول ينصح باعطائهم بروفيلاكسيس. طيب هلا رح نيجي باخر المحاضره على البريفنشن، رح اقول لك ارجع على هذا السلايد اللي هو الامريكان هارت اسوشيشن بينصحوا بانه تعطي بروفيلاكسيس. هذا صار عليه كثير ديبيت بالوسط الطبي ببريطانيا، الاكاديمي اللي ريسبونسبل فور ذا جايد لاينز ريليتد للهارت بسموها نايس، وقفوا اعطاء الانتيبايوتيك، ما بيعطوا على اي عمليه اي بروسيجر اي مينيمال انفيزيف انترفينشن بروفيلاكسيس. بس وورلد وايد وبامريكا ما زالوا بينصحوا لا الهاي ريسك جروب هذول اذا ما ديفلوب انفكتيف اندوكاردايتس. دكتور مش بنخاف من الريزيستنس احيانا؟ نعم، هذا واحد من الاسباب ليش وقفوا ببريطانيا اعطاء الانتيبايوتيك بروفيلاكسيس. زائد انه بعد ما وقفوا لقوا انه كل الدياجنوستس تبع الانفكتيف اندوكاردايتس قل بما نسبته اقل من 10%، واعتبروا انه هذا اوت ويت البنفيتس من انك ضلك تعطي انتيبايوتيك. فعشان هيك كان الريكومنديشن انهم وقفوها. بس وورلد وايد بامريكا احنا بالاردن ما زالوا بيعطوا هذا، بس رح نيجي عليه باخر محاضره، انه انت بجوز عشان تكون بالسيف سايد تعطي انتيبايوتيك بروفيلاكسيس حتى لو ساعه قبل الانترفنشن قبل البروسيجر للمريض اللي ممكن يكون عرضه تدفلوب انفكتيف اندوكاردايتس. هلا زي ما حكينا الابيديميولوجي شيفت، المايكروبيولوجي شيفت، بس انا بجوز كثير بهمني من هاي المحاضره تطلع بانه 90% من الكيسز اوف انفكتيف اندوكاردايتس هم جرام بوزيتيف كوكسون. هلا 90% هذول نفصلهم، موست كومون اللي بالديفلوبد كونتريز هم الستاف اوريوس، بالديفلوبينج كونتريز بسموهم فيري دنس جروب ستريبتوكوكسون. طيب هذا برضه بقودنا لاشياء تيرمز تكون عارفها او فاميليار معها. في شيء اسمه هذا اللي نحكي عنه بسموه نيتف فالف اندوكاردايتس، هذا نفسه الفالف اللي انولد فيه الانسان هو اللي بيصيبه اندوكاردايتس. في عندنا برضه انذر فورم بروستاتيك فالف اندوكاردايتس. طيب وهذا البروستاتيك فالف اندوكاردايتس برضه بيقسموه لايرلي وليت حسب متى صار الاندوكاردايتس، اذا صار خلال اول شهر من تركيبه بسموه ايرلي انفكتيف اندوكاردايتس بروستاتيك فالف اندوكاردايتس، واذا صار بعد اكثر من شهر بسموه ليت بروستاتيك فالف اندوكاردايتس. شوي السبيشيز اللي ريسبونسبل بالايرلي بروستاتيك فالف اندوكاردايتس موست كومون هم الكواجيليز نيجاتيف ستاف. طيب بالليت هم ستاف اوريوس، بس اذا بقول لك بالسؤال موست كومون سبيشيز ريسبونسبل فور بروستاتيك فالف اندوكاردايتس without determining early ولا late هو staff aureus. طيب صار عندنا native valve، صار عندنا prosthetic valve، وفي مصطلح ثالث اللي هو ال IV drug abuser infected endocarditis، هذا بالعاده بصيب ال right sided of the heart. طيب برضه most common species هو staff aureus، وبالتالي فيهم كليتهم ال native valve وال prosthetic وال IV drug infected endocarditis بال developed countries هم staff aureus. طيب بس اذا بقول لك specifically early prostatic valve endocarditis هذا most commonly by coagulase negative staff هم the most common species. هلا بال developing countries لا، عندنا ال very dense group streptococci هي رقم واحد followed by staff aureus. هلا بضلوا هذول ال 10% اللي غير الجرام بوزيتيف، طبعا الجرام بوزيتيف كوكساي غير الستاف والستريب، برضه في عندنا الانتيرو كوكساي. هذول الانتيرو كوكساي بقسموهم ل انتيروكوكال ونون انتيروكوكال جروب دي بسموهم. طيب الانتيروكوكال هم انتيروكوكس فيشيوم وفي كانس، والنون انتيروكوكال بسموها ستريب بوفيس. هذول برضه بشكلوا 5 الى 10% من الكيسز تعون 90% اللي حكينا عنهم هذول اللي كوزد باي جرام بوزيتيف كوكساي از ا كوزيتيف ايجنت اوف انفكتيف اندوكاردايتس. بعدين بضلوا عندك هذول ال 10% غير ال 90%، هذول they are caused by gram negative bacteria، هذول بسموهم الهاسك جروب. زي ما انت شايف الهاسك stands for Haemophilus agrigatobacter, Campylobacter, Echinella وكنجيلا. طيب وهذول more associated with subacute endocarditis as well as healthcare
associated infective endocarditis أو اللي نسميه nosocomial infective endocarditis اللي بصيب المريض بعد ما يدخل عندك بالمستشفى بيومين لغاية شهر مما يطلع من عندك المستشفى بسمى nosocomial أو healthcare associated infective endocarditis. هذا كله bacterial causes. في حكينا هاي واحدة من الأسباب اللي خلت التسمية acceptable term للendocarditis هو infective لأنه في non-bacterial causes اللي هم الفنجاي. هذول الفنجاي كانديدا هي top one followed by Aspergillus flavus وبعدين في عندنا الهيستوبلازما كابسولاتر. في عندنا برضه من البكتيريا في عين من الجرام نيجاتيف هذول مثل كوكزيلا برنيتشاي مثل البروسيلا مثل البارتينيلا هذول بيعطوا مور indolent course very lazy أو بسموه chronic endocarditis هذول الدياجنوستس تبعهم شوي أصعب. شوف هذا الجدول ببين لنا ايش اللي حكينا عنهم المسكم اللي هم الكوكساي سواء الستاف ولا الستريب ولا حتى الانتيروكوكسايد. هاي الستاف اوريوس وهاي ستاف ابيدرميديس هاي كواجيليز نيجاتيف. هلا اول شغله اللي بنعمله احنا كاتاليز عشان يميز الستاف عن الستريب والانتيروكوكسايد. زي ما شايفين هذول بوزيتيف بينما الستريب والانتيروكوكسايد هذول نيجاتيف. الستريب هذول بالعاده بنروح على البلاد هيموليسيس باترن حتى نميزهم عن بعض. زي ما انتم شايفين الفيريدنس جروب ستريبتوكوكسايد هذول بيعملوا الفا هيموليسيس بالكمبليت بلاد هيموليسيس بسموهم فيريدنس لانه بصير في جرين شين على البلاد اجار فعشان بسموهم فيريدنس جروب ستريبتوكوكسايد. هم خمسه هذول الموست كومن سبيشيز بالالفا بارسل. ها؟ الالفا بارسل هيموليسيس الفا وبيتا كومبليت وجاما نو هيموليسيس. يس الفيريدنس جروب ستريبتوكوكسايد هذول محطوط لك نوت جروبابل هذول مش grouped by the Lancefield classification عشان هيك قلنا اللي بتعمل strip throat اسمها group A بتاع multi-streptococcus هذول ما فيهم هذا الوول سيل وول انتيجين تبعهم كربوهيدرات ترى هذول non groupable بس نقدر نعرفهم من البتن of hemolysis. ايش هي something worth mentioning strip bovis هاي بالعاده بتعمل infective endocarditis عند ناس كثير كبار بالعمر وبكون عندهم colon cancer بتكون هي الكالبريت اورجانيزم عند هذول الناس. وفي عنا بعض البايوكيميكال بروبرتيز اللي بيعملوهم باثوجنومونيك نقدر نعرف هاي ستاف اوريوس ولا كوابيليز نيجاتيف ستاف ابيدرميديس او ستاف ميدانيسيس. الفيريدنس جروب ستريبتوكوكساي هاي بتشمل ستريبتوكوكس ميوتنس مايتنس ساليفاريوس سانجوينس انجوينس هذول كلهم بسموهم فيريدنس جروب ستريبتوكوكساي. طبعا هم mostly هذول اللي جرام بوزيتيف كوكساي دي فاكلتاتيف انايروبس ممكن يكونوا ان تشين طيب زي المسبحه بحاله الستريب او ممكن يكونوا كلاستر بحاله الستاف. طيب زي ما حكينا جزء كبير منهم هم بارت اوف ذا نورمال فلورا سواء للميوكس ممبرين للسكن او للاورال كافيتي او للجاسترونتستينال تراكت. وقلنا الستريبتوكوكساي هذول السيرفيس وول انتيجين نستخدمه لحتى نعملهم جروبينج بس اهم جروب بما يخص محاضره اليوم الفيريدنس هذول ذي ار نوت جروبابل باي ذا لانسفيلد كلاسيفيكيشن. نيجي عليهم هذول الموست كومن نبلش بالفيريدنس جروب ستريبتوكوكساي اللي عندنا ببلادنا هو الموست كومن از ا كوزيتيف سبيشيز للانفكتيف اندوكارديتس. هو كومن كوز لدنتال كاريز لتسوس الاسنان. في عندهم فايبرونكتين بايندينج بروتين. في زميلكم بالمحاضره السابقه سالني قال لي هو ما دام في عندي فيسيولوجيكال ديلي اكتيفيتيز بتعمل ترانزيت بكتيريا طب ليش ما هذول الناس بصير عندهم انفكتد اندوكاردايتس. زي ما حكينا لكم الموضوع مش ابيض واسود. واحده من الاشياء انه لازم هذول البكتيريا يكون عندهم سيرتين فيريلنس فاكتورز لحتى يعملوا ادهيرنس واتاتشمنت على الليفلتس تعون الفالفز تعون الهارت. طيب واحده من الفيري كومون ويل ريكوجنايزد variance factor ايش بسموهم microbial surface components recognizing matrix adhesion molecules بكون عندهم هذول البكتيريا حتى يقدر يربطوا بالليفلتس تاعون الفالف ويعملوا attachment و adherence هنا. طيب ومرات ما بدناش نفوت كثير ديتيلز عشان ما نعقدش الموضوع المهم انت تفهم الكونسبت الجنرال كونسبت او الجنرال تيرم. طيب زي ما حكينا هذول بيشملوا الفيريدنس ستريبتوكوكس ميوتنس مايتس سانجوينس سليفاريوس انجوينس هذول كلهم يعتبروا فيريدنس جروب ستريبتوكوكساي. في عندنا الجروب A بتاع هيموليتيك ستريبتوكوكساي هذول
اللي بيعمل الروماتيك فيفر اللي حكينا اللي هو الموست كومن بريديسبوزينج فاكتور لا الانفكتيف اندوكاردايتس بالديفلوبينج كانتري. طيب ما نخربطهم مع بعض. الستاف اوريس هذا اكثر بيعمل اكيوت اندوكاردايتس. هذا بيجيبنا على مصطلحين جداد رح نيجي عليهم بجوز مور اجين بالكلينيكال برزنتيشن. التشخيص تبع الانفكتيف اندوكاردايتس مش سهل بس في مصطلحين لازم تكون عارفهم. اكيوت اندوكاردايتس وصب اكيوت اندوكاردايتس. اكيوت زي ما الاسم بيحكي بانه البروجريشن تبع الديزيز عماله بصير within days to weeks، بينما الصب اكيوت البروجريشن عماله بصير weeks to months لحتى يصير الموضوع فيه complication وحتى fatality. In general the staph aureus الجروب بي ستريبتوكوكساي الستريب نمونيا هذول بيعملوا اكيوت اندوكاردايتس. طيب ما عدا ذلك الفيريدنس جروب ستريبتوكوكساي كواجيليز نيجاتيف ستاف الجرام نيجاتيف بكتيريا الهاسك جروب الفانجال انفكشن كل هذول بيعملوا صب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس. تمام زي ما انتم شايفين هذول الستاف اوريس بيجوا بالعاده بعد فاسكولار كاثيترايزيشن بعد سكين انجري بعد انفيزيف دنتال بروسيجر وفي عندنا الانتيكوكساي الانتيكوكس فيشيوم وفي كالس والستريب بوفيس هذول بيجوا بالعاده بعد اما يوروجينيتال او كولون كانسر بحاله الستريب بوفيس وهذول مشكلتهم واحده من مشاكلهم بانه باخر المحاضره رح احكي لك انه مهم هذا الديزيز في امبيريكال تريتمنت يعني قبل ما تعرف نتيجه الفحص لازم تبلش مباشره المريض على العلاج نعطيهم فانكومايسين بلس امين جلايكوسايد او جنتامايسين. طيب اي في نعطي له فترات طويله عشان زي ما حكينا الفيجيتيشن هذا الماس هذا ما في بلد سبلاي يوصل هو بيكون انكتفلي ميتابوليكلي انكتف فهذول الناس برضه بيكونوا ريزيستنت على البنسلين والفانكومايسين فبروحوا بيعطوهم شيء ثاني بسموه تيكو بلان هو الريجن اوف تشويس بصير. هذا الشيء اللي رجع احكي لكم هذا الستريب هذا الستاف وهذا اللي حكينا عنه زميلكم هذا الالفا هيموليسيس وهذا الستاف الكلستر وهذا الديفرنشال والسلكتيف اجار اللي بنستخدمه للجروينج الستاف اللي بنسميه مانيتول سالت اجار. طيب وبسموها اوريوس لانه زي ما شايفين بحول الكلر تبع الاجار انتو يلو. طيب عشان بسموه ستاف اوريوس. وهذول عندنا الفاستيديوس بكتيريا او الجرام نيجاتيف هذول رير كوزز اوف انفكتيف اندوكاردايتس بس they are more associated with nosocomial infective endocarditis المريض بيربطهم وهو بالمستشفى. طيب هذا اللي ابريفيشن تبعه اللي اسمه هاسك وهذول بيجي البرزنتيشن تبعهم مور سب اكيوت اندوكاردايتس. تمام وما ننسى اخر شيء اللي هم الفانجل كوزز as candida on the top of them followed by aspergillus flavus and histoplasma capsulatum ودائما بالفنجل انفكشنز خلي في بالك هذا الستيروتايب تبع المريض كبير بالعمر بالاي سي يو ماشي على التوتال بارنترال نيوتريشن as well as ممكن يكون ماشي على برود سبيكترم انتي بايوتيك هذا يعتبر اميونو سبريسين ستاتس وبالتالي هذول اكثر عرضه يصابوا بفنجل infective endocarditis والفنجل infective endocarditis البروجنوسيس تبعه كثير اسوء من البكتيريا infective endocarditis. زي ما حكينا الموست كومون سبيشيز من الفنجاي هم كانديدا البيكنز كانديدا جلبراتا كانديدا كروسياي كانديدا اوريس هذول الموست كومون كانديدا سبيشيز فولد باي اسبرجيلوس فلافس از ويل از هيستوبلازما كابسولاتم وهذا الستيروتايب اللي حكيت لك عنه المريض الكبير بالعمر اللي عنده توتال بارنترال نيوتريشن ماشي على برود سبيكترم انتيبيوتيك برضه كمان المرضى اللي بنعمل لهم ريسبيرتوري انتيبيشن هذول المرضى اكثر عرضه يصابوا بفنجل انفكتيف انتيبيوتيك. وهذول الفنجل طبعا حكينا جزء قبل هيك الكانديدا هي عباره عن يست على كومون يونيفرسال اجار بيعطوني هذول الوايت كريمي واكسي سموث كولونيز جلوبرس سموث كولونيز على سبرا ودكستروز اجار هذا الشكل اللي انتم شايفينه هون وبرضه اذا باخذ هذول الكولونيز بحطهم مع سيرم من 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 البيشنت او من هيلثي انديفيدجوال بيعطوني شيء اسمه جيل تيوب فورميشن تيست لحتى نميز الكانديدا البيكر او بنكون زارعينهم على انذر اجار بنسميه كورن ميل اجار وبعدين ناخذ كل لازم نطلع عليهم تحت الميكروسكوب بيعطونا هذا الكلاميدي سبور فورميشن سودو هايفن وذ كلاميدي سبور فورميشن.
هاي فيبر اليست هم ايش الكانديدا هم ييست بس برضه ذي كليم سودو هايفا از ويل از ترو هايفا بحاله الباثولوجي كيف عشان نسميها سودو هايفا فورميشن وذ كانديدا سبور فورميشن از ويل هاي كانديدا البيكم الباثوفيسيولوجي تبع الانفكتيف اندوكاردايتس هو الثري فاكتورز اندبندنت فاكتورز اللي حكينا عنهم المريض عنده ترانزينت بكتيريميا المريض في عنده ستراكشرال ديفكت موجود في الهارت المريض بصير عنده كولونايزيشن واتاتشمنت وادهيرنس استابليشمنت اوف انفكشن على الهارت فالف فبيعطيني هذا الفيجيتاتيف ماس وهاي الفيجيتاتيف ماس هي عباره عن فايبرين كلوت بليتلت وفيها البكتيريا as well as a few leukocytes بتكون some kind of bedded طيب كانها مدفونه وهي ممكن يصير لها ديسلوجمنت كلها ممكن تتحرك من مكانها وتروح تعمل vascular complication بأي مكان remote sites non-cardiac sites أو حتى fragments منها هذا اللي كنا نحاول نحكيه بأنه الـ transient bacteremia أو البكتيريا get access على systemic circulation أما عن طريق catheter عن طريق IV drug abuser عن طريق dental procedure بعد هيك بصير في الكولونايزيشن اتاتشمنت ادهيرنس بروليفريشن حتى ممكن يكونوا انتراسيلولر بحاله الستاف اوريوس وبالتالي ممكن المريض ديفلوب انفكتيف اندوكاردايتس هذا برضو انذر جراف شوينج ذا باثوفيسيولوجي اوف اندوكاردايتس بس هنا في فرق بين الصورتين مين بيقول لي شو الفرق بيناتهم ما في على الاندثيليا لا الاندثيليا سيلز اي هو المضبوط هو الموجود هذا الميكانيكال انجن طيب هذا نيتف فالف اندوكاردايتس هذا ميكانيكال انجن مش كونتينيوس الاندثيليا لا هذا حكينا الاندوكاردايتس في شيء بسموه نيتف فالف على الفالف نفسه زي ما هو وفي على البروستاتيك فالف انت لما تعمل البروستاتيك فالف يندوس ميكانيكال انجن هذا الحكام وهذا بشكل بيئة مناسبة حتى يصير فيه establishment of infection طلعوا هذا autopsy من الهارت وهذا اللي عليه الأرض هذا هو vegetative mass من infective endocarditis هاي كليتها ممكن يصير لها dislodgement أو جزء منها أو حتى وهي موجودة بمكانها رح تعمل الفالب أنا بيجي بحكي على clinical presentation تبع infective endocarditis طبعاً برضو biologic the most common valve to be involved إذا نحكي على native valve endocarditis أو IV drug abuser في دايلما بالدايجنوسيس تبع الفيكتور اندوكاردايتس هون برضه بتيجي الميديكوليجا ريسبونسابيلتي عليك طيب بس رح احكي لك هيك اشياء جنرال اذا بيجي عندك مريض عنده فيفر اوف انون اوريجين فيفر اوف انون اوريجين معناها ما في عندك فوكس اوف انفكشن ما عنده مشكله بالجهاز التنفسي ما عنده مشكله بالجهاز الهضمي ما عنده مشكله بالاكستريميتيز تعالوا ما في فوكس واضحه للانفكشن فيفر اوف انون اوريجين بلس ميرمر نيولي اونست ميرمر از انفكتيف اندوكاردايتس انتل بروفن اذروايز او عنده فيفر اوف انون اوريجين زائد تشينجينج اون ا بري اوريدي بري اكزيستينج ميرمر صار في عندها تشينج برضه هاي الاوريدي بري اكزيستينج ميرمر هذا انديكاتيف اوف انفكتيف اندوكاردايتس انتل بروفن اذروايز وزي ما حكينا الفرق بين اكيوت وسب اكيوت هو البروجريشن تبع الديزيز انه بالاكيوت اللي هو بنشوفه بالستاف اوريوس as well as the strep pneumonia أو بالجروب B streptococci infection هذا بيكون البروجريشن تبعه كتير سريع وبرضه ممكن يكون فاتل within week or so بينما الصب أكيوت هذا بالعادة بيأخذ more slowly course وهذا بنشوفه مع البقية كليتهم حتى في هذول البكتيريا حكينا عنهم الكوكزيلا برنيتيال البروسيلا البارتونيلا الكلاميديا هذول كليتهم بيأخذ حتى course بسموه indolent course indolent يعني very slow course هلا the most common symptom عند هذول الناس هو fever طيب هلا نيجي على الدياجنوسيس تبعه وبالتالي هذول الناس عندهم cardiac manifestation و non cardiac manifestation cardiac
ايش اللي حكيناها؟ في فيرب بلس ميرمر يونيورسيك ميرمر او تشينج على اوريدي بري اكزيستنج ميرمر. ميرمر معناها ابنورمال هارت ساوند. وبرضه ممكن نفسها الكارديك مانيفستيشن يجيك المريض اوريدي بكونجستيف هارت فيلير. هذا الشيف كومبلينت تبعه، هذا البرزنتيشن تبع الانفكتيف اندوكاردايتس. هلا النون كارديك مانيفستيشن هذول شوي مش سبيسيفيك بس انتبه عليه. هلا بس نجي على الـ على الـ على الدياجنوسيس. في شيء بسموهم فاسكولار فينومينا، في شيء بسموهم امنولوجيكال فينومينا، بيجوا مع الانفكتيف اندوكاردايتس. الفاسكولار اللي هو هذا الماس اللي حكينا عنها او اجزاء منها فراجمنتس بروحوا على مكان برا القلب وبيعملوا اسكيميا انفاركشن. طيب هذا المكان ممكن يكون اي اورجان بالجسم، ممكن يكون البرين بفورم اوف هيموليتيك ستروك، او حتى الكيدنز برينال فيلير، او حتى ممكن نروح على ديستال سايتس. طيب ففي عندنا هذا اللي هو هون في نقطه حمراء بسموها جين ويل ايجنت. هذول الجين ويل ايجنتس عباره عن اريثيما بيكونوا بالعاده بالبلانتر او الدورسال سيرفس تبع الهاندز او الفوت، وهذول بيكونوا بينلس. على العكس من شيء ثاني بسموه بنفس الاماكن بيجي بسموهم اوسلر نودز. هاي نودز بيكونوا طالعين شوي عن السيرفيس ليفل تبع السكن وبكونوا بينفول. طيب الاوسلر نودز هذول عباره عن امينولوجيكال فينومينا، بينما الجين ويل ايجنت هذول فاسكولار فينومينا. طيب برضه من الفاسكولار فينومينا الناس هذول بيسموهم كونجكتايفر هيموريد، بس انتبه بالعين برضه في امنولوجيكال فينومينا بسموهم روث سبوتس، هي عباره عن ريتينال هيموريد مش كونجكتايفل هيموريد، ريتينال هيموريد بتكون في هيموريد وذ كليرنج سنتر بسموها روث سبوت. فصار عندنا اوسلر نودز وروث سبوتس، هذول يعتبروا امنولوجيكال فينومينا. جينوي ليجن هذا اللي بس بينلس وبتكون ذا سيم ماكيول، عباره عن ماكيول. طيب وفي عندنا سب انجولر هيموريد، هذول بسموهم فاسكولار فينومينا. هلا كيف بتشخص التشخيص للانفكتيف اندوكاردايتس؟ في عندنا شيء اسمه موديفايد ديوك كرايتيريا. هاي موديفايد ديوك كرايتيريا فيها ميجر كرايتيريا وماينر كرايتيريا. الميجر كرايتيريا بيجوا من شغلتين، اما بوزيتيف بلاد كلتشر، لا تيبيكال اورجانيزمز اللي حكينا عنهم، البلاد كلتشر اعطتني واحد من هذول الاورجانيزمز، او الشيء الثاني باي ايمجينج، انه هذول الناس بنعملهم بالعاده الموست ريكومندد هو ترانس اسفيجيال او ترانس تريكيال ايكوكارديوغرافي. وساعتها الكارديولوجيست بشوف هاي الفيجيتاتيف ماس، بشوفها اوسيليتنج يعني كانها بتتحرك مع كل البلد اللي عماله بصير عن طريق الفالف. هذول ميجر كرايتيريا. طيب الماينر كرايتيريا الفيفر، اذا كلتشر مش من التيبيكال اورجانيزمز اللي حكينا عنهم، او بعض الاورجانيزمز ما بنقدرش نطلعهم بالكلتشر باي سيرولوجي، هذول يعتبروا ماينر كرايتيريا. اي شيء من الفاسكولار فينومينا من الميرولوجيكال فينومينا هذول يعتبروا ماينر كرايتيريا. الموديفايد ديوك كرايتيريا عشان نشخص لك انفكتيف اندوكاردايتس، اما بدها 2 ميجر، 1 ميجر و3 ماينر، او 5 ماينر. طيب هيك يعني بسموها ديفينيت انفكتيف اندوكاردايتس. في انذر كاتيجوري بسموها بوسيبل، وبعدين اخر شيء ريجكت. طيب الديفينيت هو 2 ميجر، 1 ميجر و3 ماينر، او 5 ماينر. زي ما حكينا لكم هذا في بعض الاورجانيزمز اللي بيعملوا انفكتيف اندوكاردايتس وي كانت تيبيكلي فايند ان بلود كلتشر، ومرات تحتاج الى سيرولوجي، بس هذا بيحولهم ل ماينر كرايتيريا بالدياجنوستس تبع انفكتيف اندوكاردايتس. وما ننسى الكارديوغرافي الايمجينج، هذا زي ما حكينا هذا ميجر كرايتيريا، انه الكارديولوجيست او الراديولوجيست بيشوف الاوسيليتنج ماس او تيربلنت بلود فلو اكروس ذا هارت فالفز. دكتور كيف ممكن يفرقوا هذا الماس اللي هو من هذا الاوريجن عن انه ترومبس عاديه وايش زي هيك؟ هذا شغله الكارديولوجيست او الراديولوجيست. طيب بس هذول اللي نحكي عنهم هذول الكرايتيريا اللي موجودين بالموديفايد ديوك كرايتيريا اللي بنستخدمهم بالدياجنوستس تبع الانفكتيف اندوكاردايتس. هلا المانجمنت تبعهم احنا حكينا الموست كومون 90% من الحالات هم جرام بوزيتيف كوكسوي ستاف ستريب انتيرو كوكسوي. والستريب هم سنسيتيف على البنسلين بس ممكن يكونوا ستاف، وبالتالي الجايد لاينز تحكي بتعطيهم فانكومايسين بلس جنتامايسين اي في، وزي ما حكيت لكم بينعطى لوقت طويل لانه ما في بلود سبلاي لهي الميتابوليك ان اكتف فيجيتاتيف ماس اللي موجوده على الهارت. ممكن تحتاج برضه لكارديو ثوراسيك سيرجن
لحتى يظبط. احنا قلنا هذا فاكتور 2، في عندي ستراكشرال ديفكت عمال بيعمل البيئه مناسبه كثير لاي ترانزيانت بكتيريا انه يصير في لها ادهيرنس وكولونايزيشن على الانر هارت مسل از ويل از على الهارت فالف. بس هون كمان في خطا كثير بيوقع فيه الاطباء. ترى في شيء ضحكه اكيد. طيب مين بيقول لي هون في شيء بدك تنتبه عليه؟ دونت اوفر ثينك ات. بس هون في شيء، في محامي شاطر بنفسك اللي فيك اندوكاردايتس وانت مش واعي على حالك، لانه دائما بصير في اما مس دايجنوسيس او ليت دايجنوسيس، هذا المال براكتس من انفكتيف اندوكاردايتس. بس هون زي ما حكيت لك قد ما هو سيريس الديزيز، اذا انت شاكك قبل ما يجوك الريزلتس وقبل ما يجوك السنسيتيفيتي تيست بدك تمشيه على فانكومايسن بلس جنتامايسن، وهذا هي الحركه صحيحه كليا. بس في شيء اذا ما عملتوش تلبس الطابق، هذا تتبهدل عليه كثير بالراوند بعدين. تاخذ بلاد كلتشر قبل ما تاخذ بالضبط، ما تنسى تاخذ بلاد سامبلز، اذا يعني اعطيته لهذول خلص طلع لك نيجاتيف. تمام؟ دير بالك. اهم شيء بس تركب الفينوس لاين تسحب البلاد سامبلز لكلتشر لكيمستري. طيب؟ بعد هيك بتبلش انيشيت، لانه وانس يو انيشيت كل الريزلتس تعاونك كانت بير لايت اب بعد هيك، هو بيعطيك نيجاتيف بس هو جزء مش لانه طيب؟ زائد علي زائد انه هذول اصلا البلاد سامبلز احنا بناخذهم اول شيء، بس في كرايتيريا لازم يتاخذوا اول يوم ثلاثه سامبلز بيناتهم كل واحد 6 لـ 8 ساعات، لانه بجوز بالمره اللي انت بتاخذ فيها ما فيش بكتيريا بالبلاد. طيب يجي برضه التايمنج له دور، واذا ضل يطلع عندك نيجاتيف بدك تضلك مكمل لانه ممكن تكون بوزيتيف ليتر. زي ما حكينا ممكن تحتاج تعمل سيرجيكال تريتمنت باي ذا كارديوثوراسيك سيرجن تو كوركت فور الستراكشرال ديفورميتيز الموجودين بالهارت اللي عمالهم بيعملوا الانفايرمنت سيتابل لاستابليشمنت الانفكشن. وهذا اخر شيء من ننهي فيه المحاضره، الشيء اللي بلشنا فيه المحاضره، هل تعطي انتي بايوتيك ولا ما تعطي قبل اي مينيمال انفيزيف بروسيجر يو مايت انديوس كومنسال بكتيريا على السيستميك سيركيليشن تبع البيشنت. زي ما حكينا لك في كثير دول وقفوا، عندنا بلندن ونصيحتي لك جوست تو بي اون ذا سيف سايد، اعطي اذا كان هاي ريسك جروب من هم الهاي ريسك جروب السلايد اللي شفنا فيه البري ديسبوزال فاكتور. الله يعطيكم العافيه.